يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى أي تظهر لكم هذه الأشياء تسؤكم أي فيها ما يسوءكم، وهذا يشمل السؤال عما لا فائدة ولا طائل من ورائه. لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبي؟ قال أبوك فلان. هذا السؤال لو بدا لأنه يخشى أن تكون أمه زانية، لو بدا له خلاف هذا الجواب ماذا سيكون؟ إساءة له، إساءة، يكون إساءة له. أيضا يدخل في ذلك من أن الشرع إذا بين الحكم فلا يسأل الإنسان زيادة على ما بين له، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم لما قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. أيضا ترك الأسئلة التي لا يستفيد منها الإنسان في عبادته، ترك الأسئلة التي يكون بها ما يبحث عن الشبهات التي تضيع عقيدة الإنسان، ترك التنطع في الأسئلة في المسائل الشائكة التي هي الأغلوطات التي لا طائل ولا فائدة من ورائها. أما السؤال الذي به يريد الإنسان أن يعرف دينه فيكون واجبا عليه، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن النهي هنا عن الأسئلة التي لا فائدة ولا طائل من ورائها. ولذا ماذا قال تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، بمعنى أنكم لا تسألون عن أشياء لا طائل من ورائها. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرم شيء من أجل مسألته. لكن لو نزل شيء من القرآن ولم يتضح شيء منه فسئل عن هذا الشيء من باب توضيحه وبيانه فيكون محمودا. ولذا قال وإن تسألوا عنها، يعني فيما أشكل عليكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، يعني لما نزل القرآن بهذا الحكم وعندكم فيه اشتباه وعدم وضوح فسألتم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها، عفى الله عنها. الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى شيئين على الصحيح. عفى الله عنها يعني عما بدر من أسئلة لا طائل من ورائها، وأيضا عفى الله عنها بمعنى أنه تجاوز عنها ولم يكلفكم بها. ولذا ثبت قوله صلى الله عليه وآله وسلم وما سكت الله عنه فهو عفو، وجاء في حديث حسنه النووي وضعفه غيره وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فقال هنا عفى الله عنها، والله غفور حليم، غفور يتجاوز عما يصدر من الإنسان من ذنب، حليم لا يعاجل بالعقوبة، وإلا فهو عز وجل لو عاجل بالعقوبة لهلك العبد ولهلك العباد. قال والله غفور حليم. قد سألها أي تلك الأشياء قوم من قبلكم، من هم أولئك القوم؟ خلاف هل هم قوم عيسى أو ما شابه ذلك، خلاف. المهم من أن قوما فيما مضى سألوا عن هذه الأشياء، ومما يدل على العموم من أن الإنسان ينهى عن ذلك، وأن هناك قوما ليسوا محددين قد سألوا هذه الأشياء فكفروا بها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، قال ذروني ما تركت. فقال هنا قد سألها قوم من قبلكم، ثم قال ثم سألوا عنها
ثم هناك زمن لعل تلك الأسئلة تأتي الإجابة على ما توافق أهواءهم. ثم لما أتى الجواب مما لا يلائمهم وإنما أساءهم، ما الذي جرى؟ كفروا بها، يدل على أنهم لم يكونوا كافرين بها. ولذا قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.